للمزيد من النقاش ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. دكتور محمد، في البداية أنا برحب بحضرتك. يعني مستويات أو ارتفاع مستوى التضخم ألقى بظلاله على جميع السلع، جميع الخدمات، ليس هنالك قطاع أو ملف متأثر أقل من غيره. كيف نستقرأ هذا المشهد دكتور؟ تفضل. يعني بحضرتك قلت بالضبط، يعني التضخم مسيطر على جميع مواد، جميع المواد والسلع الاساسيه اللي هي اساسا بشكل جزء اساسي من مدخلات الانتاج لاي صناعه ولاي، يعني حتى ايد العامله نفسها في يعني ارتفاع على اسعارها بشكل كبير جدا، لدرجه ان هي بقت بتمثل عبء على اصحاب المنصات. دكتور محمد، الو، تفضل دكتور. بقول لحضرتك بنشهد واحده من اسوء الازمات اللي تضرب القطاعات الصناعيه والقطاعات الانتاجيه بشكل عام، ودوت يا فندم مأثر على السلع بشكل عام ومأثر على النشاط الانتاجيه بكامل، وده اساسا لانه الموجه التضخميه او التضخم اللي حاصل طاي السلع الاساسيه اللي هي سلع الطاقه والجزء والمعادن اللي هي زي ما قلت لحضرتك كده ومدخلات الانتاج، وده بدوره لان الاسعار مرتفعه للغايه ومؤثر كمان على اسعار العمل. يعني في ظل الازمه اللي احنا موجودين فيها وفي ظل الركود اللي العالم داخل عليه، بنشهد ارتفاع بشكل كبير جدا لاسعار العمل، يعني او تكلفه ساعه العمل الواحده او تكلفه العامل يعني كواحد من مدخلات الانتاج. وعلى فكره ده هيكمل معانا لانه ما زلنا الى يومنا هذا ما فيش اي مدى معين او اي مدى منظور في الخروج من الازمه، بالعكس الازمه بتتفاقم، ويعني كل خطوه بياخدها الطرفين، يعني سواء الطرف الروسي او الطرف الغربي في اتجاه التصعيد بتسمع في اسواق السلع اللي بتسبب او بتنعكس بشكل اكبر على اسعار التضخم. هنشوف لسه يعني اسعار التضخم ممكن تزيد على اسعار السلع الغذائيه بعد ما كانت تراجعت يعني شويه. امبارح الرئيس الروسي في خطابه لمح كده او يعني المح الى انه ربما لن يستمر الممر بتاع الاغذيه او ممر الجرين يعني زي ما بيقولوا ممر الحبوب في اداء مهمته، لان الرئيس الروسي شايف انه الممر بيخدم الدول الاوروبيه ولا يخدم على الاطلاق الدول الناميه اللي اتعمل عشانها الممر. الدول الاوروبيه وفقا الرئيس الروسي بتستغل الممر في الاستحواذ على الحروب الاوكرانيه، ودوت ليس الهدف من الممر كما اتفق عليه. يعني الهدف كان يعني هو بشكل او باخر كل طرف يمتلك لربما اوراق ضغط. دكتور محمد، طب دعني اعود معك ل 2016. منذ 2016 والمركزي الاوروبي يحافظ على سياسه صفر فائده، الان نجد ان المركزي الاوروبي تخلى عن هذه الزياده وتم رفع نسبه الفائده لكبح جماء هذا التضخم الغير مسبوق، يعني كما تفضلت وذكرت دكتور محمد. هل هنالك تحديات أخرى أو هل هنالك حلول أخرى أمام المركزي الأوروبي لامتصاص هذه الصدمة، خاصة وأن الاقتصاد الأوروبي يعاني بشكل كبير أيضا منذ 2019 وتداعيات التي خلفها فيروس كورونا؟ هو المركز الأوروبي زي أي مركز ثاني أداة، يعني أهم أداة من أدواته هي أداة رفع أسعار الفايدة. السياسة النقدية عموما يعني بتمكن المركزي من اتخاذ شويه اجراءات كده يعني اقواها على الاطلاق ورفع اسعار الفايده. غير كده في عنده عمليات السوق المفتوح. عمليات السوق المفتوح دي معناها ان المركز الاوروبي يدخل يشتري سلع او قصدي يدخل يشتري اذون الخزانه او السندات بتاعه الخزانه من السوق او يبيعها. في الحاله اللي احنا موجودين فيها المفروض يشتري بحيث ان هو يعني يقلل العرض النقود الموجود في السوق. مش بس كده، كان ممكن يعني يرفع الاحتياط الالزامي للبنوك الاوروبيه، فيخلي الاحتياط الالزامي ده معناها الدول اللي بتمتلكها البنوك بشكل عام، فكل ما نزلت الدول اللي بتمتلكها البنوك اتسبب بامساكها اكبر من المدخرات اللي كانت يعني نسبه اكبر من المدخرات اللي المفروض تحوشها، يعني كل ما ده قلل العرض النقود في السوق. المشكله ان هذه الادوات يعني ادوات بيقولوا عليها كده ادوات المطرقه، يعني زي حضرتك كده بنكون ماسكين شاكوش وبندق على كل المسامير مره واحده، ادوات صعبه للغايه بتاثر على السوق بشكل كلي. علشان كده الاوروبي المركز الاوروبي ما عندوش غير ادوات ثانيه بنسميها الان كونفشنال تولز، يعني او مونيتري بوليسي، او ودي معناها الادوات المقضيه غير التقليديه، ودي
بمشرط جراح كده يعالج الوضع اللي حاصل. الادوات دي مكلفه للغايه من حيث ثمنها، لان هي بتاثر على اداء القطاع المصرفي، لكنها فعاله ايضا في معالجه الازمات اللي احنا موجودين فيها اللي شبه ازمه ركود التضخم. منها مثلا المركز الاوروبي يدخل يشتري ديون الشركات بشكل مباشر، او انه يدخل يشتري حصص فيها بشكل مباشر وهكذا. دي الخطوه اللي جايه، والمركز الاوروبي مش هيلجا ليها الا اذا بدا الركود التضخمي يسيطر على الـ على الـ على الاقتصاد الاوروبي. قبل كده هيفضل يكمل في اسعار رفع عشان يواجه الرفع بتاع الفدرالي الامريكي، ويوقف نزوح الدولار من عنده، او نزوح الاستثمارات الاجنبيه المباشره من عنده الى الاقتصاد الامريكي. نعم. الى ان يحين هذا الوقت يعني هنشهد هذه المعركه المكشوفه ما بين اوروبا وما بين الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا على رفع اسعار الغذاء، يعني مش هننتهي منه الا بوصولنا الى ركود التضخم. نعم، انا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات، شكرا جزيلا لحضرتك.